حيدر، مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات في محطة تحيا مصر. سيادتك مشرفنا النهاردة في منطقة البوابات الإلكترونية، وهو مزود بأحدث الأنظمة العالمية. بداية بتبتدأ العملية بتسجيل العربية شاحنة، نديها ملصق إلكتروني تحط عليها وندي السواق بكارت إلكتروني. من الناحية الثانية شركات الشحن والنقل بيتم تسجيل دخول الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني، وبيتم تحديد الحاوية اللي هتتحط على الشاحنة. من مجرد وصول الشاحنة لبوابة الدخول المرحلة الأولى بيتم مسحها إلكترونيا، والمعلومات كلها بتترسل لمركز البيانات. بالوقت ده الشاحنة بتنتقل من المرحلة الأولى لبوابة المرحلة الثانية اللي هناك، وهناك بيتم طباعة ورقة الدخول للساحة. مجرد دخول الشاحنة للساحة بيتعرف عليها ونش الساحة آليا، ويتم بيظهر على شاشة الوناش اللي فوق بيان الأمر، أمر التفريغ. من بعد ما تتم العملية الشاحنة بتخرج من المحطة عن طريق نفس النظام، بوابتين المرحلتين. النظام ده هيسمح بدخول الشاحنة بطريقة مبرمجة، دخول وخروج الشاحنة بطريقة مبرمجة من غير التدخل المباشر من العنصر البشري. شكرا سيادتك. شكرا. مرحب بحضرتك محاسب مصطفى عبد الباري، مدير المالي للمحطة. اشتغلنا خلال 18 شهر على تطبيق المنظومة المالية الإلكترونية للمحطة باستخدام برنامج الـ ERP. البرنامج مربوط ببرنامج التشغيل الرئيسي بالمحطة، المسؤول عن إصدار كافة أوامر التشغيل وحصر كافة الإيرادات وإرسالها في صورة فواتير إلى برنامج الـ ERP، اللي بدوره مربوط بالمنظومة الإلكترونية ويقوم برفع كافة الفواتير على المنظومة الإلكترونية، ومن ثم نقوم بتحصيل كافة إيرادات المحطة من العملاء من خلال البنوك فقط. على الناحية الأخرى، البرنامج الـ ERP مربوط ببرنامج الصيانة الرئيسي بالمحطة، المسؤول عن تخصيص كافة المصاريف على مستويات الأفراد والمعدات والأقسام، ومن ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى برنامج الـ ERP. على الناحية الأخرى، الموردين يقوموا برفع كافة الفواتير على المنظومة الإلكترونية، وبالتالي بنقدر من خلال برنامج الـ ERP نصدر أوامر الدفع للعملاء للموردين من خلال التحويلات البنكية فقط. ميزة تطبيق المنظومة المالية الإلكترونية أنها بتسمح للإدارة العليا الحصول على كافة البيانات في أي وقت خلال السنة. الحاجة الثانية أن كافة المعاملات المالية المحطة متاحة على المنظومة الإلكترونية لكل الجهات الرسمية، وطبعا أخيرا المحطة بتطبق سياسة الشمول المالي والتحول الرقمي. شكرا يا فندم. شكرا. وألف مبروك. ألف مبروك. ربنا يوفقك. شكرا.